سيارة يعني ونسوق فيها الشوارع ونقابل أناس مختلف الطباع مختلف التربية والتعليم، تجد فيهم صاحب الذوق والخلق، السمح اللطيف الحكيم الرزين. في المقابل يعني تجد أناس أقل ما يقال فيهم مرضى ونفسيات. فنصيحة: من أخطأ عليك بالسيارة، يعني لف عليك بالغلط، أزعجك بصوت المنبه، ربما تلفظ عليك بكلمة أو أشار لك بحركة بيده، لا تلتفت له ولا تعطيه أي اهتمام. فليس كل الناس يعني مثل تربيتك وأخلاقك، لا تعاتبه ولا تبادله لا بإشارة ولا بحركة ولا بكلمة، ولا تفكر أبدا يعني أنك توقفه أو تتفاهم معه، لأنك ما تدري هذا الشخص اللي بتنزل تتفاهم معه إيش تربيته، إيش عنده، قد يؤذيك بالسلاح أو غيره. ما تدري هذا الشخص المقابل يعني إيش يمر به، يعني من ظروف ومشاكل، ربما توه طالع يعني من مكان زعلان ومغضب، قد يمر بمشاكل عائلية، قد يكون توه مطلق زوجته، قد يكون هو أصلا طالع يبي ينهي حياته، يعني فما فرقت عنده ينهي حياة اللي يقابله. فمن الحكمة والعقل أنه مهما صار لك في الطرق لا تفكر أبدا أنك تنزل له، ولو حاول هو إيقافك. فليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فقمة الرجولة وقمة الشجاعة والقوة أنك تمسك نفسك حال الغضب ولا تجاريه يعني بسفهة وحماقة وخفة عقله. أن طالع لمشوارك، خليك في مشوارك وهدفك اللي بتروح له، أهلك ينتظرونك، لا تجعل أحد يحرمك من أهلك أو أهلك يحرمون منك. بل والله لو أنك يعني أشرت له بإشارة يعني تطلب منه العذر والسموحة وتتأسف منه، ولو أن الخطأ كان عليه، والله في لحظة يذهب كل يعني ما كان هو يجده في نفسه. أرجو في الحقيقة أيها الإخوة أن نرتقي بأنفسنا عن هؤلاء ولا نجاريهم يعني بسفههم وحماقتهم. وأرجو كذلك أن تصل هذه الرسالة لمن تحبون. حفظكم الله في روحاتكم وجياتكم وأينما كنتم.